أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم في من يقول إن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو سبحانه قد أقسم بالقرآن فيكون القرآن من مخلوقاته؟ يقسم بما شاء، انتبه، يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته، وآياته ومن آياته القرآن، فهو يقسم بالقرآن لأنه كلامه وكلامه صفة من صفاته، فهو يقسم بنفسه جل وعلا فهو ربك، ويقسم بصفاته، ومن صفاته الكلام، والقرآن من كلامه سبحانه، ففرق بين هذا وبين الإقسام بالمخلوقات، فيجب أن تتنبه لهذا. نعم.